كابتن هاني ألف مبروك. مبروك كابتن أيمن، مبروك لنا كلنا، ومبروك لكل شخص ينتمي للنادي الأهلي، ومبروك لجماهير النادي الأهلي الكبيرة اللي وقفت ورا فرقتها لحد يعني ما خدنا اللي احنا عاوزينه من السيزون الطويل قوي دوت، بقالنا أكتر من سنة بنتعب وبنشتغل، تيم الكورة كله شغال، بياخد بطولة، بياخد التانية، بياخد التالتة، هو ده النادي الأهلي، هي دي روح النادي الأهلي. مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مبروك لكل العاملين على القناة وعلى كل الإدارات اللي موجودة في النادي الأهلي. أنا فعلا النهاردة أنا فخور جدا إن أنا موجود في النادي الأهلي، وفخور إن أنا موجود في قناة النادي الأهلي، لأن ده شرف لأي حد يبقى موجود في منظومة كبيرة زي النادي الأهلي. طبعا عايزين نتكلم برضو على طلائع الجيش. نادي طلائع الجيش طبعا عمل مباراة كبيرة جدا، وعمل كان ند قوي للنادي الأهلي، وقدر إن هو يوصل معاه لضربات الترجيح، وأداء رجولي من بصراحة منهم. لكن النادي الأهلي زي ما قلنا في أسوأ، مش عايز أقول أسوأ حالاته، لكن النهاردة كلنا خلينا نكون واضحين إن النادي الأهلي برضو النهاردة طبيعي ان هو يبقى اللعيبه مجهده، طبيعي ان انت اللعيبه ما بتبقاش في حالتها، انت بتتكلم في ثالث بطوله في خلال شهر، وبتتكلم في موسم كبير جدا جدا جدا، كله ضغوطات وكله مشاكل وكله حاجات كتير. مش عايزين نتكلم على السلبيات، عايزين نفرح النهارده بتاريخ كبير قوي للنادي الاهلي، وانجاز كبير للنادي الاهلي بتحقيق الثلاثيه النهارده. واعتقد ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي واللعيبه اللي موجوده دي والجهاز الفني اللي موجود ده يقدر ان شاء الله ان هو يحقق الرباعيه ان شاء الله. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي.